يا السلام عليكم يا اساطير، معكم بي ان ايل، واليوم رجعت لكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو في الفيديو نحب نقول لكم اللي انا نقوم بتوزيع اكواد سكين السجين على قناتي في النيمو تي في، قناتي موجوده في الوصف. فيديو اليوم باش يكون كيف ما العاده لقطات جلد اسطوريه في الرنكت. ما تنساوش باش تحطوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه اذا مو مشتركين وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم بي ان ايل، بترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. ولا اي اي اما ليه تعمل في هوتيل ولا في لايف ولا في حاجه تدخل التليفون تدخل لسان واحد بس. طيب الدي جي قالوا لي في الايميل في تحت. هاي مشكله، خليك عادي. لا مش تلف حبيت نجيك وصرنا نمشي داسي. لا تتقبع حسبت لها بلاش أمتي. I
مش كنت في الدارة؟ اي بكون فوق يوم ما خديت الشراكة طاح مستويك كثير مش نطاح مستويك اوكي ناحية البلوك ازي مسبار شمعنا يوم ما دخلت الشراكة طاح مستويك مش نطاح مستويك يا سيدي لو الطاقة بتاعتها مش كل هيك ضربة الرعد على الجنب وراك 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 اطلع مستوى مستوى وقتاش كان طالع او مش يطيح موجودين